مساء الخير والسلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا دوزتوا جمعة زوينة مع عائلتكم مع كل شيء. المهم انا ما مشيتش المدرسة بحال لي متعودة، دايما سالتة وهاربة من المدرسة. خديت حمام مغربي دابا، خليت شعري ينشف هكا طبيعي لانه مخصوش ينشف لا بسيش ولا حتى شي حاجة تيطيح وكيتهرس، خليته تينشف طبيعي. وغدا ان شاء الله نقدر ندير له شويه الزيت ومن بعد صافي ماشي مشكل. انا اصلا ما كنديرش لا سيشوار لا حتى شي حاجه، دايما كتشوفوني مشعكه ودايما ندير كرولي او كيرل. المهم اليوم ملي خرجت من الحمام مع حمام مغربي ودرت شي شويه الكيس المجهي بحال اللي كتشوفوا، والبارح درت سكراب ديال القهوه مع الزيت البلديه والسكر، فما حكيتش اليوم بزاف، غير دوزت غير شي شويه بالليفه المغربيه او بالكيس المغربي. فقلت غادي ندير واحد الماسك زويون تيشد البشره كيقادها كيصفي الوجه، فيه بزاف ديال المنافع اللي هو الخميره، ماشي ديال الحلوه، الخميره اللي كيديروا بها الخبز اللي كيديروا بها الفرارم اللي كيخدموا بها الفرارم. المهم خصك غتسالي هذه، باقي فيها حتى 20 مارس، لا حتى 11 مارس، حتى 17، حتى 17 مارس عاد غتسالي. المهم خصها تكون جديده ما تكونش قديمه. غادي نحتاجو شي حاجه اللي غنخلطو فيها، وغنحتاجو غير هادي، وغنحتاجو ماء ديال الورد. قلعه مكونه دايما انا كنجي معايا المغرب دايما، صراحه ما كاين ما احسن منه، مفيد بزاف للبشره. المهم غادي نحتاجو لهادو، غادي ناخذ شي شويه ديال الخميره وغادي نخلط قدامكم وغادي ندير حداكم، واخا راه جالسه في الصالون لان الكوزين ما فيهاش الضو جاني في شي شكل. المهم اوبسا اللي قلنا، المهم انا فردتها شي شويه هكذا لان هي اصلا نفردتها بيدي عادي ماشي مشكل، لان هي كتكون جايه كتله هكا. كنظن هادشي كفايه لوجهي، نفردتو غير شي شويه هكا معليش. من بعد غنهبر، واخا راه تهبرات لي مدر ولكن طاح ليا شي شويه ديال الخميره في الزربيه، غادي نحطو عليها شي شويه شي شويه، وغادي نحاول نشوف واش غادي تقاد معانا ولا لا. المهم دغيا شتوها دغيا زوين 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 ماسك الخميره بصراحه، كنت كنديرو زمان ودابا رجعت ليه. المهم غادي نشوف نحيد هكذا بيدي لان وسقات لي في هذه المعلقه البلاستيك، وانا ديجا مجده معايا هذا باش ما نديروش حوادث، انا كنعرف راسي ديما تندير الحوادث. المهم انتما شتو قدروا نديروا بهادي نيت ولا قدروا نديروا بهادي، تختاروا نتوما عندكم الاختيار. بسم الله الرحمن الرحيم، شعري صراحه ماشي شعري البشره مابقاش عندي الوقت ليها، فكنت دابا الويكاند المهم غتقد حيت غير شي شويه هكا تمشي بزاف يعني. المهم حنايا تنديروا اللي علينا، الباقي على الله سبحانه وتعالى.
الوجه خصو يكون اكيد نظيف. بحال اللي قلنا ماشي ضروري واحد يحط بزاف. في الاول تبدا غير شويه، من بعد كان تنوزعوا الخليط. بغيتي تشد البشرة هاد الماسك، فيه فوائد بزاف هاد الخميرة. وصراحة أي ماسك تيدار واحد مخصوش يهدر نهائيا، وتيخصو يدير ديك النعسة ديال الموتى، يعني ينعس هكذا ويرتاح ويسترخي. بس ميتكونش تجاعيد. درت غير شي شويه، المهم يكفيني. وهذا المكان ما نحطوش في العينين اكيد. المهم حنايا حنا المغربيات كن كنديرو شي خلطه تخليو هذيك تيخصها تساله، ما نخليوش تقطر تضيع. شكون اللي بحالي؟ ملي غنساليها مغاديش نهضر، غادي نسينو عليها ومن بعد نرجع لكم. واحد ربع ساعة رجعت، هانتوما كتشوفو نشات، ماشي ضروري نخليوها بزاف. انا خليتها تقريبا 10 دقائق، ما نزيدش لانه ما خصهاش تنشف. الا نشفت كدير الخطوط. نغسلها ونرجع لكم. غسلتها حيت كانت ما نشفتش كامله، فدرت فيها شي شويه ديال هكا شي مساج صغير. اهم حاجه في التنشاف اول شيء الفوطه خصها تكون ديال الوجه خاصه، ثانيا غير هكا، وما ديروش هكا بحال اللي كنا كنديرو زمان هكا، دائما دائما نمسحو هكا من تحت الفوق على ود جاذبية الارض. واش دارت فينا؟ سالينا من هذا. اولا دائما خصنا السكين تونيك، واخا تنغسلو بالماء ما تينضفش الوجه. المهم كنحطو شي شويه الا كان عندنا شي مكياج ولا شي حاجه في العينين بحال دابا الكحل. طريقه باش نمسحو عينينا كنخليو غير شي شويه هكذا، انا ما عندي لا ماسكارا لا والو. المهم اللي كنمسحو العين كنمسحوها هكذا. اكيد نتوما تبارك الله شاطرين وعارفين، انا غير تنقول شنو كندير انا. الحمد لله نقي الوجه لانه مع الحمام المغربي. وما ادراك ما الحمام المغربي؟ ما فيش، الحمد لله نقي الوجه، نقي ما فيه والو. سالينا من هادو، غادي ندير واخا هادي تهرسات ليا مسكينه ديال الماء ديال الزهر، طاحت تهرسات.
ولكن باقي محافظه عليها حتى يسالي منها هاد عاد دير وحده اخرى. ضروري الماء ديال الزهر، واهم حاجه يعني صراحه 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 واخا كنديروا الكريم مرطب، ولكن راه ماشي راه تيدير، حيت البشره ديالنا مكونه من ثلاثه ديال الطبقات، راه ما كيديرش ما كيدخلش لداخل، راه ما كيساعدش لداخل. شكون اللي كيدخل لداخل وكيتغلل لداخل اللي هو الثالثه، اللي هو الطبقه الثالثه من الجلد ديالنا؟ الوحيد هو السيروم. ها هو الفيس سيروم، هذا الوحيد اللي كيتغلغل لداخل وتيخدم لداخل. اما الكريم او اي حاجه راه غير برا. ف واهم حاجه ما خصش يكون وجهنا شوف باش نديرو كريم ولا نديرو هذا، لا دابا انا كنصين غير هذا الماء ديال الورد غير شي شويه نشرت ماشي بزاف. المهم انا كنحس هكذا ملي كندير هكذا كنحس تنشف نشف الحمد لله. المهم ندير هكا او هنا هنا وكان هنا شدو حتى في السيروم باش يدخل داخل الطبقه الثالثه اللي قلنا عليها خصو حتى هو مساج. اول شيء كنديروا هكذا وهنا كنضغطوا العظم اللي كاين هنا باش كيطلع هادو، ملي كنضغطو كنحسو بان شي حاجه كتوجعنا هنا. المهم دايما المساج هكا دايما وهذه باش ما تكونش 113 ولا 111 هذه كنطلع دايما هكذا. الله لا رحم بعد الحمام المغربي وي بحال حيدت عليا كاميو ديال الثقل، واخا كيتدوش الواحد ولكن ما كاينش محسن من الحمام المغربي نهائيا. كتسمعوا شتي دغيا 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 امتصاتو البشره، لانه علاش؟ لانه بشره مقياه حمام مغربي فدغيا نتوما كتسمعوا. سالينا من هذا، انا شنو غادي ندير اليوم؟ غادي ندير فازلين شي بزاف شي شويه، ماشي ضروري ندير كريم. كندير زيت ارغان، كندير الكريم ديالي، كندير زيت جوز الهند، كندير زيت الزيتون. اليوم غادي ندير غير شي شويه ديال الفازلين حتى هو هذا البتروليوم جيل، هذا اللي زويون للبشره تيرطب ورطب زوين وسيرتو في هذا البرد. ديروا غير هكا نحميهم مزيان في يدينا. تا هو اي حاجه حطيناها نديرو هاد المساج هكذا زوين زوين زوين. وعلى فكره حاجه اخرى باش تعرفوا واش كندير انا، مشاري باقي فازك بقى لي شي شويه، غادي ندير هكذا. اولا غادي ندير هنا هنايا شي شويه، هنا دير شي شويه لرموش حجه وزياره. المهم شعري مع الفازلين او ماي جاد يا ربي. المهم غادي ندير غير قطيره يا هكذا، صراحه روعه على الشعر والله. واحد النهار درتو ولكن بقى لي شعري كله مصاوب. المهم المهم انا فازلين كنستعمل هذيك ولكن سهلات خديت هذه من بنتي سميتها كلوفا فازلين ووتر فري
شو هذي كتبين عليها تشيز براش بروخ ولا ماشي سميتها منين جاي هذي ما عرفتش جاي منها مدمر كل كلمه ما عرفتش منين المهم هادشي اللي بغيت نوريكم الحمام كان روعه شوفوا الفازلين قلنا درنا مساج لي غير مهم ما ديروش بزاف وسيرتو سيرتو سيرتو ديروه في الليل ملي تبغيو تنعسوا كتنوضوا في الصباح كتلقاوه هنا ما نساوش هنايا هنا ما نساوش البشره ديال العرق نهائيا وفازلين كنديروا حتى اليدين وحتى الرجلين هادشي اللي بغيت نقول لكم هذا هو الماسك اللي درت اليوم شعري راه مسكين ولا كيطيح ليا لانه على الكريباج دائما 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 ولكن دابا غادي نتهلا فيه هادشي اللي بغيت نقول لكم هذه فوطه ديال الوجه كتبقى ديال الوجه كنتمنى تجربوها لانه ما كاينش محسن من 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 الخميره ما كضرش نهائيا نعرفوا كيفاش نستعملوها ملي بغيو نغسلوها ما نخليوهاش تنشف بزاف باش ما تجمدش لينا في الوجه كنحس بوجهي ولا بيرفكت تحس فيه ولا بخير ولكن في الصباح تيبان تيبان دابا هادشي اللي بغيت نقول لكم ونقول لكم ان شاء الله في امان الله وحفظه وبون ويكاند باي باي